زهرة كانت باغا من عندك دكتور عماد وصفة ديال اللحم ديال السنان اللي هرب ليها. نعم غادي ناخذوا معلقة كبيرة ديال اوراق النعناع ومعلقة كبيرة ديال اوراق ديال القرقاع ومعلقة صغيرة ديال قشور البرتقال اللي كنكونوا يبسناهم ودقيناهم. اذا نعاود، معلقة كبيرة ديال اوراق النعناع ومعلقة كبيرة ديال اوراق القرقاع ومعلقة صغيرة ديال قشور البرتقال اللي يبسناهم في الشمس ودقيناهم. الخليط نخلطوه، غادي نغليوه تقريبا في نص سيترو ديال الماء حتى يغلى مزيان ويعقد، ونوليو نشللو به الفم ديالنا بعد كل وجبة ونخليوه ما نغسلوش. اذا نغليو هذا الخليط في نص سيترو ديال الماء حتى يعقد، ثم نشللو به الفم ديالنا بعد كل وجبة، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.